عندي كارثه بقى في لا كايزر تشيفز لا لا ده كان لا بس انا كنت مطمن بصراحه والله. لا احنا مجرد ما وصلنا فاينل انا كنت عارف متاكد مليون في الميه ان احنا خلاص خدنا البطوله. الكايزر تشيفز والناس برضو قالوا يا جماعه لا وما نستهونش لا بس مش للدرجه دي هنكسبهم يعني. الموضوع بالنسبه لي كان يعني كنت شايف ان محسوم خلاص كان محسوم طبعا التسعه بقى تماما. لا التاسعه بقى كان عندي والزمالك مشكله والحاجات دي. لان احنا التاسعه دي كنا في جيبوتي كان عندنا ماتش في جيبوتي في الكونفدراليه مع المقاولين. الكونفدراليه فالماتش ده كان بالنسبه لي كارثه بقى لان ما عرفناش هناك نتفرج بس جبناه طبعا من على النت. وبعدين كنت قاعد مع ناس لقيت الناس مش عارف اتفرج منهم فبدات ادخل الاوضه فلا كان في تنطيط وتكسير وكان في كل حاجه لا حصلت. والله لا لا في حاجات كثيره في حصلت جيبوتي. في جيبوتي. لا 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 والكابتن عماد طبعا في برضو ناس تانية يعني ما في بتشجعش لا لا الاهلي في اكيد في ناس كتير زمالك عادي طبعا. طبيعي. لا طبيعي كان في ناس زملكاويه طبعا بس خلصنا بقى عليهم ساعتها في جيبوتي بقى. لا الماتش ده تاريخي طبعا يعني الماتش ده مش هيتكرر الحقيقه. فكنت اتفرج عليه في جيبوتي. بس كان صعب يعني من اصعب الماتشات في حياتي بصراحه الماتش ده. فعلا. ما كانش هينفع يحصل اي حاجه غير ان احنا نكسب. عملت ايه بقى في لا لا القفش كسرت لما الاوضه جاب الجول؟ بمعنى كلمه كسرت الاوضه الحقيقه كنت يعني. لوحدك؟ لا كان معايا واحد كان معايا حسن انا بقعد على طول مع حسن الشامي في الاوضه. كنت قاعد مع حسن كسرت الاوضه وعلى طول قاعد على ركبتي طول الماتش قاعد على ركبتي على السرير. فالموضوع لا كان صعب جدا يعني كانت صعبة كان جدا، صعب كانت قوي لحظات قوي. صعبة انا لأن شفت حتى الحقيقة رد فعلك انت كنت في تقريبا كنت في اليوم السابع. في اليوم السابع. كنت في اليوم شفت السابع. شفتك يعني رد كان فعلك مش طبيعيه برضه. كلنا كده كلنا عملنا كده، اصل ما فيش كل اي حد بيشجع وبيحب النادي اصل الاهلي ما من جواه فيش بيطلع موضوع كده. موضوع احسن لحظه ممكن تعدي عليك في حياتك دي حقيقه فعلا. ان انت بتكسب البطوله الافريقيه بعد غياب بعد غياب قدام وبتلعب نادي نادي الزمالك الزمالك ماتش وواحد تاريخي واحد وفي واول الدقيقه نهائي كام افريقي ما و80. بينك وما بين نادي الزمالك وفي الدقيقه حاجه و80 اول انت نهائي بتكسب افريقي صح. اول نهائي افريقي مش هيتكرر على فكره يعني. يعني صعب قوي يعني صعب قوي لا ان انت احنا لعبنا الزمالك قبل كده في قبل نهائي مش في ما نهائي فيش لو نهائي. فاكر لا في لا ما 2000. فيش لا احنا كنتش انت لسه في كان كام في 2005 اعتقد او 2006 مش فاكر تحديدا كان لا كام. انا حضرت بقى 2005 انا حضرت 2005 2-1 و2-0 لا لا ما كنتش لسه طلعت معاكم. لا انا حضرت بقى كذا مره وهم بعد معانا كده في بقى. المجموعه بقى وكده السنين اللي بعد كده كلها يعني. الجول ده تقريبا ممكن يكون شبه جول ابو تريكه شويه يعني نفس جول ابو تريكه في الصفاقسي. نفس الـ نفس الـ بس برضو مع الاختلاف يعني. طبعا يعني ده انا شايف ده ان ده فرحه الزمالك انا شايف وكذا انا شايف وان ان انت ده بتكسب البطوله التاسعه وان انت كسبت نادي الزمالك لا الغريم لا لا التقليدي بتاعك يعني كل وكذا. حاجه حصلت في الماتش ده. انت بتكسب نهائي افريقيا والتاسعه دي كان بقالنا كتير محتاجينها وان انت بتكسب نادي الزمالك وفي الدقيقه حاجه و80 اللي هو خلاص ما فيش يعني وقت خلاص نادي الزمالك يقدر يعوض. فالامور طبعا فكانت الفرحه كبيره لا جدا. لا لا قوي مش هتتعوض الحقيقه يعني. لا ان شاء الله نوصل. ادينا وصلنا للعشره ان شاء الله. ان شاء السنه الله. الجايه تبقى لا ال11 لا ان شاء واللي الله جايه الموضوع ال12 واللي مش بعدها. صعب يعني. انا شايف ان افريقيا الموضوع مش صعب خالص يعني. قبل كده الامور كانت بتبقى صعبه جدا. دلوقتي لا النادي الاهلي يعني قوي قوي يعني يقدر يوصل كل سنه فاينل عادي جدا يعني. على الرغم من اللي خسارتك مثلا لخساره النادي الاهلي لبطوله السوبر الاخيره. لا 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 عادي تمام. اصل بطوله السوبر دي انا شايفها بطوله رمزيه يعني الناس كلها حتى في العالم كلها ما بتهتمش بيها. احنا طبعا بالنسبه لنا كاهلاويه عايزين لو دخلنا دوره وديه او دوره رمضانيه هنا عايزين ناخدها. هنكسبها دي بالظبط. ده طبيعي وده طبع جمهور النادي الاهلي. بس مش عايز برضو الموضوع ياثر يعني. برضو الجهاز الفني برضو ليهم رصيد جوه النادي وعملوا حاجات كويسه كتير وناس برضو اجتهدوا وجابوا لك بطولتين افريقيا فده برضو ما يقللش منهم. مش عايزين برضو نحطهم تحت ضغط ان هم في اي وقت يا جماعه لا قدر الله لو حصل حاجه الناس دي ممكن ما تبقاش موجوده. دي لو حاجه وصلت للجهاز مش تبقى كويسه. بطوله السوبر بطوله كان نفسنا فيها بس خلاص يعني ما فيش نصيب. وبطوله الدوري طبعا السنه اللي فاتت كانت ليها ظروفها لان انت كنت مضغوط واللعيبه كلها كانت مضغوطه وسنه كانت الكلام ده صعبه حقيقي يا جدا. محمد بمعنى ان انت لما بتبقى مضغوط ما بتبقاش قادر. طبعا بس انا فاهم طبعا. بس عشان لا 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 طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا بيبقى صعب كمان يا كابتن اسلام غير بدنيا بيبقى صعب ذهنيا. انت ساعات بيجي عليك وقت انت مش عايز اصلا تشوف الكوره. دي حقيقه على فكره يعني انت من كتر معسكرات وتمارين وماتشات انت تزهق عايز اعمل اي حاجه تانية. تزهق الموضوع صعب قوي. فانت اصلا بدنيا انت تعبان وذهنيا كمان انت مش مركز اصلا في الكوره. وبعدين انت عندك كمان مشكله كبيره انت بتلعب في النادي الاهلي فانت ما فيش اصلا انت كل ماتش عايز تكسب. ما فيش اي استهانه ما فيش اي ماتش انا النهارده هرتاح انا النهارده لو خسرت عادي مفيش الكلام انا ده. النهارده لو اتعادلت عادي. انت على طول السنه انت محطوط تحت ضغط وبتاخد افريقيا انا الدوري يعني الناس تلاقيها في نهائي افريقيا وانت كسبان وخلاص هتاخد الكاس تلاقي كاس العالم شويه للانديه الناس اللي قاعدين يقول لك الدوري اهلي خدت ثالث العالم. حتى موسيماني لما كان معايا قال لي انا بعد ما خلصنا مباراه كاس العالم ثالث العالم خدت ثالث العالم الناس بتقول لي العش. كانت هي الناس في الجماهير في هي جماهير قطر النادي الاهلي على طول بصراحه عندها طموح ان هي على طول ما عايزين ناخد كل البطولات. فدي حاجه بتحط اللعيبه طبعا تحت ضغط بشكل كبير. فاللعيبه فعلا يعني لا اهلكت الفتره الاخيره بشكل كبير. وبعدين حتى فترات الراحه هم بيروحوا المنتخب اغلب انت عندك 10 7-8 مثلا
كل شويه في تجمعات منتخب بيروحوا منتخب، ولما كان في منتخب اولمبي كان في لعيبه صغيره بتروح منتخب اولمبي، فلا الموضوع صعب. وبعدين انا شايف ان بصراحه الجماهير الفتره الاخيره بدات تقدر شويه فكره ان لا يا جماعه في ضغط واللعيبه غصب عنها، وبرده الناس دي فرحتنا فلازم برده نستحملهم. الاوبشن ده ما كانش موجود قبل كده، دلوقتي بقى في استيعاب شويه.